وللمزيد أيضا ينضم إلينا الفريق مجدي شعراوي قائد القوات الجوية الأسبق. برحب بحضرتك معي عبرة. وأنا برحب بحضرتك، ودايما نلتقي في كل مناسبة سعيدة، ومن نصر إلى نصر بإذن الله. أمين بإذن الله. سيادة الفريق، يعني بنتحدث اليوم عن الندوة التثقيفية 40 للقوات المسلحة لذكرى إحياء ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وبتزامن مع ذلك بنتحدث أيضا عن عيد القوات الجوية 92. لو تحدثنا عن دور القوات الجوية في هذه الحرب، كان دورا فارقا حقيقة، لو تحدثنا في هذا الإطار. حضرتك، القوات الجوية بفضل ربنا وبفضل جهود رجالها تثبت دايما انها في المكان الصح وفي الوقت الصح. حرب اكتوبر حضرتك كانت نهايه لمجهود كبير جدا تم على مدى سنوات طويله، ابتدت من 14 و15 يوليو بالنسبه لضربه الطيران الاولى بعد العبور باقل من 40 يوم، اما كان العدو بيحاول يجهز قواته ويعبر من شرق الى غرب القناه. واستمرت المعارك الجويه في حرب الاستنزاف، اتكبت فيها العدو خسائر كبيره جدا جدا لحد ما ربنا كرمنا وبدات حرب 73 بالضربه الجويه اللي خدت فيها القوات الجويه المهام اللي ما كانش تقدر الاسلحه الثانيه تعملها، اللي هي خدت كل الاهداف اللي خارج مدى المدفعيه ومدى القوات اللي موجوده. الضربه دي حضرتك شملت مراكز القياده ومراكز الاعاقه، مدفعيه الوسط، جميع الدفاعات اللي كانت موجوده ولا تطولها المدفعيه المصريه. بمجرد نهايه الضربه دخلت المدفعيه وكملت الدور، وبعدين القوات اللي عبرت وهكذا. دره التاج في هذه الحرب كانت معركه المنصوره اللي فيها القوات الجويه حضرتك بعدد قليل جدا من الطائرات، لان العدو اما جه يخش معركه المنصوره تفادى خط الجبهه عشان الدفاع الجوي المصري القوي اللي عليه، وحاول يلف من البحر ويوصل لعمق الدلتا ويهاجم المطارات. اتصدى له اللواء 102 من المنصوره، وكان في ظهره لواءات التعزيز اللي كانت موجوده، اللي اشترك كله حوالي من 40 ل 50 طياره مصريه قصاد اكثر من 120 طياره اسرائيليه. الطيارات الاسرائيليه حست انها جبهت اكثر من 40 و50 طياره، نتيجه ان الطيارين كان بيطلع مرتين وثلاثه، يا دوب ينزل 6 دقائق يمون طيارته بالوقود، الطيارة تتزخر يطلع مره ثانيه، لدرجه ان اليهود ما بقوش عارفين الطيارات دي جايه منين، هم ما كانوش عاملين حسابهم على كده. القوات الجويه جابت خسائر فيهم حوالي 18 طياره، احنا كل اللي فقدناها 3 طيارات، ونتيجه قله الوقود وعدم التمكن من العوده للمطار. القوات الجويه حضرتك قامت بدورها بدليل ان ما فيش صفار طياره واحده ضربت على القاهره طوال حرب اكتوبر. لم يستطيع العدو ان يخترق مجالنا الجوي سواء على الجبهه او في عمق البلاد. فتحيه كبيره لرجال القوات الجويه في عيدهم، ودايما القوات الجويه بتطبق شعارها الى العلا في سبيل المجد. اهميه سياده الفريق ان تعي الاجيال القادمه بالتاريخ من المصادر والادله، وليست من الزائفات او الشائعات التي نتابعها دائما، ومحاوله بعث المؤامرات او التغيير في الحقائق والتاريخ. والله حضرتك جبتي الخلاصه بتاع ندوه اكتوبر النهارده. الندوه النهارده كانت تركز على هذه المقاله، لان النهارده حضرتك احنا للاسف السوشيال ميديا خدت مساحه كبيره جدا من تفكير الناس ومشاهداتهم، الحقائق بتختفي عنهم في ظل اكاذيب كتير جدا بتتقال. انما هو النهارده سياده الرئيس وفي الندوه التثقيفيه اتقال الكلام ده، سواء كان في شكل درامي التمثيليه اللي اتعملت او في شكل الكلام بتاع الناس اللي اتحدثت، لان احنا مشكلتنا دلوقتي هو الشباب. الشباب، احنا دوله شابه واملنا في شبابنا، وعشان يكون الامل في مكانه لازم يتعلم التعليم الصحيح، يقرا التاريخ الصحيح، يعرف الحقائق الصحيحه، عشان يبقى المستقبل واضح قدامه ويعرف مين عدوه ومين صديقه. وباذن الله انا ثقتي كبيره في شباب مصر، وانا بشوفهم في شبابنا اللي في القوات المسلحه ناس قادره تتحمل مسؤوليه، تستوعب العلوم، تعرف وطنها، مؤمنه بالله وبمهمتها، وعلى الله التوفيق. صحيح. سياده الفريق، تلاحم الشعب والجيش دائما، كيف تعلق عليه؟ والله حضرتك انا يعني بمنتهى البساطه، لو حضرتك بص للشعب المصري مش هتلاقي فيه اسره واحده ما فيش فيها واحد من القوات المسلحه، سواء كان جندي
او كان صف ضابط او كان ضابط، سواء كان طيار او بحار او قوات بريه، الشعب المصري هو الجيش المصري، والجيش المصري هو الشعب المصري، لا يمكن الفصل بينهم. النهارده حضرتك لما بتسمع الكلام اللي بيقوله بعض المغرضين للواقعه بين الجيش والشعب، الكلام ده اكيد واضح تماما قدام عموم الشباب وعموم الشعب انها مقولات مقصود بيها شيء خبيث جدا. النشاط الهدام اللي بتعمله الاشاعات والحاجات دي حضرتك لا يقتله الا الوعي. فانا بالناس بالوعي والقرايه ومعرفه تاريخهم ومعرفه حقيقه اللي احنا الوضع اللي عايشين فيه. صحيح، بشكرك جزيل الشكر الفريق مجدي شعراوي قائد القوات الجويه الاسبق لجميع هذه الايضاحات.